حبايبي طلاب ريبتو، عاملين الاخبار؟ معاكم المايسترو مستر محمد حلمي. مبسوط كتير انا شفتكم تاني، ومبسوط كتير اللي احنا مكملين مع بعضينا. يا رب يكون المنهج لذيذ ولطيف مع بعضينا. النهارده بمشيئه الرحمن هنشرح حاجه اسمها كونفرس اوف بايثاغورس. هو يا مستر يعني ايه اصلا بايثاغورس؟ خلي بالك ان بايثاغورس يا شباب ثيرم مهمه جدا 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 فوق الوصف، يمكن تقريبا في كل السنين هتحتاجها حتى لغايه ثالثه سنه لو انت كملت في الماس باذن الله. بتقول لك ايه ثيرم دي يا مستر؟ وخدناها السنه اللي فاتت وهقولها لك تاني. اول حاجه كده بس تعالى نعرف لو انا عندي رايت ترانجل زي كده، A B C right at B. اول حاجه تعالى نعرف قبل ما نبتدي نخش هو يعني ايه هايبوتنس. طبعا احنا ايه كلنا خدناها قبل كده يعني ايه هايبوتنس في الترم الاول. بص، لو ده الرايت يا شباب اللي في وشها ده بنسميه هايبوتنس، والهايبوتنس ده يا شباب بيبقى كبير القعدة بتاعهم، يعني ده اكبر سايد فيهم، مفيش حد يقدر يعدي الهايبوتنس ده، ده الكبير، ده كبير الليلة. يبقى انا اول حاجة يعني ايه رايت؟ رايت يا شباب ان بيبقى رايت ترانجل زي كده، الانجل دي ب 90، ده رايت ترانجل. يبقى اول حاجة عشان نفهم يعني ايه بايثاغورس لازم تفهم يعني ايه رايت ترانجل، وفهمنا الرايت ترانجل بتبقى فيه الانجل 90. تاني حاجة يا شباب عايزين نفهم يعني ايه هايبوتنس؟ الهايبوتنس اللي بيبقى اوبوزيت للرايت دي يا مستر، رايت اللي في وشها ده بنسميه هايبوتنس. ولو جيت قلت لك من غير الرسمه مش هو اسمه A B C؟ اه يا مستر، مش البي هي الرايت، يبقى الاي سي هو الهايبوتنس. بيقول لك ايه بقى عم بايثاغورس ده؟ وده بالمناسبه يا شباب ثيرم تاني مهمه جدا جدا جدا. بيقول لك ايه الثيرم اللي احنا خدناها السنه اللي فاتت؟ بيقول لك لو انت عندك ده مثلا ب 3 سنتيمتر وده ب 4 سنتيمتر، لو انت عايز تجيب السايد اللي ناقصك. انا اول حاجه هقول لك انا تاني يا شباب مهمتي انا هنا كمحمد حلمي ان انا اعلمك ازاي تنظم فكرك. اي مدرس ماس مهمته ان هو ازاي ينظم فكرك، لكن الماس افكاره شاسعه، بحر ملوش اخر. عشان كده اتعلم معايا ازاي تنظم فكرك. اول حاجه يا شباب اسال نفسك، هو السايد اللي ناقصك ده سايد عادي ولا هايبوتنس؟ يبقى انا اول حاجه بسال نفسي سؤال مهم جدا، هو السايد اللي ناقصني ده، ده طبعا يا شباب الرايت اهو، بسال نفسي هو الاي سي ده سايد عادي ولا هايبوتنس؟ انا دايما بسال نفسي كده يا مستر، يبقى ده الهايبوتنس. هقول لك بقى لو هايبوتنس هنعمل لهم روت وبلس. يعني لو هايبوتنس هنعمل بلس، روت وبلس يعني ايه يا مستر؟ يعني انا لو عايز الاي سي هنعمل روت ده بلس ده 3 باور 2 بلس 4 باور 2. يبقى اول حاجه تسال نفسك سؤال، لو هايبوتنس تعمل روت وبلس، لو هايبوتنس بنعمل بلس هايبوتنس بلس. هقول لك طب لو انا نسيت يا حبيبي، مش انت عايز الهايبوتنس ده؟ مش ده كبير القعده بتاعهم؟ ما هو الكبير ده بيتجاب ازاي اللي انا بعمله بلس؟ طب يا مستر لو انا عايز سايد زي كده مثلا ده 10 ده 8، اسال نفسك هو السايد اللي ناقصك ده سايد عادي من عامة الشعب ولا هايبوتنس؟ يا مستر طب ما هو ده الهايبوتنس، يبقى السايد اللي ناقصنا ده سايد عادي يا مستر من عامة الشعب. لو سايد عادي هنعمل ماينس روت وماينس، يعني هنعمل روت والكبير ده ماينس الصغير. يبقى تلخيص، انا بايثاغورس هستخدمها امتى يا مستر؟ بستخدمها لما يكون عندي سايد ناقصني. وقلت لك اسال نفسك لو السايد اللي ناقصك ده هايبوتنس بنعمل ايه؟ قول معايا، نعمل بلس. طب لو سايد عادي بنعمل ايه؟
ماينس. يعني تاني مثلا انا عندي حاجه زي كده انا بسال نفسي هو الاي بي ده سايد عادي ولا هايبوتنس؟ اول حاجه بسال نفسي هو فين الهايبوتنس يا مستر دي رايت يبقى دي الهايبوتنس. يبقى اللي ناقصني ده سايد عادي ولا هايبوتنس يا مستر؟ ده سايد عادي من عامه الشعب. لو من عامه الشعب قول لنفسك يبقى هنعمل ماينس روت 13 باور 2 ماينس 12 باور 2. ويا شباب انت لازم تعمل الكبير ماينس الصغير. يبقى تسال نفسك سايد عادي ولا هايبوتنس؟ سايد عادي نعمل ماينس هايبوتنس بنعمل بلس هايبوتنس هايبوتنس بلس هايبوتنس بلس سايد عادي بنعمل ايه؟ ماينس. ده كده اللي احنا خدناه في السنة اللي فاتت. النهاردة بقى بناخد حاجة اسمها كونفرس اوف بايثاغورس. يعني انا في السنة اللي فاتت كنت بدي لك يا شباب ان ده رايت وبدي لك مثلا ده بثري وده بفور واقول لك هات لي انت السايد الاخير ده. يعني بدي لك ان هو رايت واقول لك هات لي السايد اللي ناقص. انا هنا بعكس كلامي. انا هنا هدي لك ان ده بثري وده فور وده فايف وهقول لك بروف ذات ان البي ايكوال 90. يبقى اول لما تلاقي في مسالتك ايكوال ان ده ايكوال 90 او بروف ذات ان ده ايكوال 90 قول لنفسك يبقى انا هشتغل بحاجه اسمها كونفرس اوف بايثاغورس يعني عكس بايثاغورس. يعني انا هشتغل بالعكس. طب تعالى بقى نفهم يعني ايه هنشتغل بالعكس. بص يا باشمهندس كل اللي احنا هنعمله اللي احنا هنلعب ماتش كوره هنقسمهم فريقين الصغير مع بعض والكبير لوحده. يبقى يلا بينا نبدا ماتش الكوره. يلا بينا اعزائي المشاهدين نستمتع بالاجواء الاوروبيه وبالماتش اللذيذ اللي عندي. لما يجي يقول لك بروف ذات ان هي ب 90 احنا هنلعب ماتش كوره هنقسمهم فريقين. وهي ايه هي الفريقين؟ هناخد يا مستر الصغيرين دول ونعملهم بلس. نعمل كده 3 باور 2 بلس 4 باور 2 واطلع الناتج هنا ب 25. يا مستر الصغيرين مع بعضهم في فرقه والفرقه الثانيه هتبقى مين؟ فرقه الكبار اللي هي 5 باور 2 واحسبها تبقى 25. بس تقدر اسالك لو انت لقيتهم قد بعض يبقى ده كده رايت تراينجل. بتقول لي يبقى ذيرفور ان الاي بي سي از ا رايت. ومعنى رايت يا شباب يعني ايه؟ يعني معناها ان ميجر اوف في ايكوال 90. يبقى اول لما يجي يقول لك بروف ذات ان هو 90 يبقى قول لنفسك انا هقسمهم فريقين. انا هقسمهم فريقين الصغيرين مع بعض والكبير لوحده. يعني ايه؟ يعني لو جيت جبت لك يا باشمهندس مساله زي كده وجيت قلت لك ده ب 10 وده ب 6 وده ب 8 ده اكس واي زد. اول لما اجي اقول لك بروف ذات ان الميجر اوف واي ايكوال 90 قول لنفسك هنقلب على ايمن الكاشف وقول لنفسك يلا اعزائي المشاهدين في هذه الاجواء الاوروبيه اهلا بكم اينما كنتم. هنبدا ونلعب فريقين. الفريق الاول فريق صغيرين اللي هو 6 و 8 اللي احنا هنعمل 6 باور 2 بلس 8 باور 2 هيطلع ب 100. امال يا مستر جايب ده في فريق لوحده 10 باور 2 اللي هو هيبقى 100. واول لما ليهم ايكوال بعض اقول له يبقى ذير فور ان الاكس واي زد از ارايت. بس هو ده البروف. بص الدنيا ابتدت تبقى لذيذه. يبقى اول لما يجي يقول لك كده قول لنفسك انا هقسمهم فريقين واطلعهم بس كده خلاص. طب طريقه الحل هنا في المسائل ايه؟ بالمناسبه تعال نفتكر هي طريقه السيميلر كانت ايه؟ فاكر؟ ها قول طريقه السيميلر. افتكر معايا احنا بنعمل ريفيجن اهو. طريقه السيميلر يا شباب كنا بنجيب الانجلز
وقلت لك يا اما يجيب لك بارلل يا اما يجيب لك انجل واحده. ولو جبت لك انجل واحده افتكر معايا تبقى تانية كومن. احنا بنعمل ريفيجن. طريقه السيميلر كانت انجل سيميلر سايد ديفايدد ناقص انجل سيميلر سايد ديفايدد ناقص. دي طريقه السيميلر. طيب يا مستر الطريقه بتاعت النهارده اللي اسمها كونفرس اوف بايثاغورس، يعني احنا ده بتاع الدرس اللي فات، هنشتغل بقى النهارده ليه طريقه الكونفرس اوف بايثاغورس. على طول بيدي لك 2 تراينجل، على طول بيدي لك كام تراينجل؟ 2. اول حاجه ابدا بالرايت وهات السايد اللي ناقص، بعد كده قسمهم فريقين بس. يبقى ابدا بالرايت هات السايد اللي ناقص وقسمهم فريقين. قسمهم فريقين يعني هنعمل كده، ابدا بالرايت وهات السايد اللي ناقص بعد كده قسمهم فريقين. طب يلا بينا يا مستر نحل، مش عايزين نضيع وقت ونلعب وقت بدل ضايع. يبقى احنا هنا يا باشمهندس هتلاقيه بيقول لك بروف ذات ان الاي دي سي از 90. بص قلت لك طريقه الحل ثابته، ابدا بالرايت وهات الناقص، ابدا بالرايت وهات الناقص. يعني ايه؟ فين هنا الرايت؟ اللي تحت ولا اللي فوق؟ اهو يا مستر اللي تحت. طب مين هنا اللي ناقصني؟ الاي سي. اسال نفسك هو الاي سي ده سايد عادي ولا هايبوتنس؟ بص مش ده رايت وده اللي في وشه، يبقى ده هايبوتنس. يبقى بنعمل روت. انا دلوقتي شغال على تحت بس يا شباب، شغال على تحت بس 24 و7. يبقى اعمل 24 باور 2 بلس 7 باور 2 واطلع الريزلت بتاعتي اللي هتبقى تقريبا 25. يبقى انا مستر رايت وجبت الناقص، هبتدي بقى اقسمهم فريقين. هبص على الترانجل التاني واقسمهم فريقين. يعني ايه مستر فريقين؟ يعني هبص فين الاثنين الصغيرين؟ 15 و20. باخد كده يا مستر 15 باور 2 بلس 20 باور 2 واطلع الريزلت بتاعته. طب 625 والكبير ده لوحده. هتقول لي يا مستر بس الكبير ده بتاع اللي تحت ياض، ما هو ده موجود هنا وهنا. 25 دي موجوده في اللي تحت وموجوده في اللي فوق. هعمل 25 باور 2 طلعت برضه 625. ايه ده؟ دول طلعوا ايكوال. طالما طلعوا ايكوال يا مستر بتقول لي كده يبقى سنس، وتكتب اسم الصغيرين الدي سي بار 2 بلس الدي اي بار 2 ايكوال الكبير ده. تقول لي يبقى ذيرفور ان الدي اي سي از رايت، دي اي سي از رايت. طالما ده رايت يا مستر يبقى دي انجل 90 زي ما هو عايز. يبقى انا يا مستر بقسمهم فريقين واكتب اسمهم كده بالطريقه دي، قول له ان هو رايت. تاني يا مستر ابدا بالرايت اهي. خلي بالك هو مدي لك حاجه من الترم الاول انجل 30. ما بتفكركش بحاجه الانجل 30 دي؟ قلت له يا مستر يا دي الترم الاول ده كان من اسبوعين، ما تحورش كان مفيش. يعني كان بيقول لك ايه؟ ان اللي في وش الانجل 30 بيبقى هاف الهايبوتنس. هو فين الهايبوتنس يا مستر؟ مش ده الرايت؟ ده اللي في وشه يبقى ده الهايبوتنس. يبقى اللي في وش الانجل 30 بيبقى هاف الهايبوتنس. طب كان بروفه ايه؟ اوبوزيت وهاف، اوبوزيت وهاف. بص انت بتبتدي تفتكر معايا ازاي؟ بتقول لي كده سنس ان الاي بي opposite angle 30. بتقول لي يا مستر يبقى الاي بي هاف الهايبوتنس. مين الهايبوتنس يا مستر؟ ده. يبقى يا مستر لو ده ب 7.5 يبقى ده ب 15.
يبقى انا مستر جبت السايد الانستي. هبتدي بقى اقسمهم فريقين. فريقين يا مستر، يعني انا هكتب الاثنين الصغيرين في الترانجل الثاني ده. هو مين هنا الاثنين الصغيرين؟ ال 8 و 15. فبقول كده 8 باور 2 بلس 15 باور 2 واطلع الريزلت بتاعتهم. واعمل 17 دي لوحدها. واكتب له اسمهم بقى سينس. واكتب له اسم الصغيرين دول كان اسمهم اللي انا خدتهم دي سي ودي بي. بقول له سينس ان الدي سي بلس الدي بي ايكوال الكبير ده. قلت له مستر يبقى ذيرفور الدي بي سي از رايت. هتقول لي بقى كده يبقى الميجر دي ب 90. بس يبقى شوف كل اللي انا بعمله، ابدا بالرايت واجيب السايد اللي ناقصني واقسمهم فريقين واقول ان هم رايت. بس يبقى ابدا بالرايت فريقين واقول ان هو رايت. يعني يا مستر انا عندي تو ترانجلز، ده رايت هبدا بيه هشوف ايه السايد اللي ناقصني. يا مستر ده رايت ده اللي فشو هايبوتنس. انا السايد اللي ناقصني هنا يا مستر هايبوتنس. السايد اللي ناقصني هنا يا مستر ايه؟ هايبوتنس. معنى هايبوتنس يعني معناه ان انا هعمل لهم ايه؟ بلس ولا ماينس؟ يبقى انا هعمل الرقمين دول بلس يا شباب. يبقى انا بفكر بالطريقه دي، بسال نفسي اقول ناقصني ده ايه؟ هايبوتنس. يبقى اعمل لهم بلس، يبقى اعمل روت 9 باور 2 بلس 12 باور 2. بعد كده يا مستر هبتدي اشتغل على الترانجل الثاني اللي هو الدي اي سي، وهبتدي اقسمهم فريقين. انا مثلا عندي ثلاث ارقام 8 و 15 و 17، هاخد الصغيرين ال 8 و 15 هقول له كده 8 باور 2 بلس 15 باور 2 واطلع الريزلت. تبقى 289. واخد الكبير ده لوحده 17 باور 2 هتبقى 289. بعد كده مثلا اكتب اسمهم دي اي و سي، هقول له كده ان الدي اي بلس ال اي سي ايكوال الكبير ده. هو اللي بقى ذيرفور ان الدي اي سي از رايت. هو اللي يا مستر يبقى ده ب 90. وهنا يا مستر كان عايز الاريا بتاعت الشكلين. طب ما الاريا دي يا مستر عباره عن تو تراينجل. يبقى انا مثلا عشان اجيب الاريا بتاعت شكلين يبقى انا هجيب الاريا بتاعت الشكل اللي تحت وبعد كده هجيب الاريا بتاعت الشكل اللي فوق. طيب مثلا مع الشكل اللي تحت ده عباره عن ايه؟ هي الاريا اصلا عباره عن ايه؟ هاف باي بيز باي هايت، بس بشرط ما بينهم رايت. يعني يا مستر يعني هاخد البيز والهايت اللي هو الرايت ده. يبقى الاريا بتاعت الاولانيه عباره عن هاف تايمز 12 تايمز 9. طب الاريا الثانيه، الاريا يا شباب انا باخد التو سايد بتوع الرايت. يعني ايه؟ مش دي الرايت؟ فين السايد بتاعها؟ ال 8 ومين الثاني ده؟ 17. يبقى انا هجيب الاريا الثانيه ازاي؟ هاف تايمز 8 تايمز 17. طلعتهم هم الاثنين واعمل لهم بلس. ركز معايا، انا مثلا عندي ده الرايت الاولانيه اللي هو في ترانجل اكس ال زد اللي هو ده. مين السايد اللي ناقصك؟ الاكس زد. طب ما انا السايد اللي ناقصني ده يا مستر بعمل لهم باور 2 6 باور 2 بلس 12 باور 2 عشان اجيب السايد اللي ناقصني ده. طب ليه يا مستر بلس؟ عشان دي يا مستر رايت وده اللي فوق الشايبه ده اللي هايبوتنس.
تبقى دي كده يا شباب 6 روت 5. خلي بالك ان انت عندك راي تانية هي مصر. خلي بالك يا شباب ان طالما دي رايت يبقى اوتوماتيك من غير ما افكر يبقى تانية دي رايت. يبقى انا هنا اشتغل على اتنين رايت. يبقى انا اشتغل برضو على التاني واشتغل نفس الكلام. يا مستر مش ده الرايت؟ اه ده اللي في وشه هايبوتنس. ده الاكس واي. لا هايبوتنس هو انا اعمل ايه؟ 6 باور 2 بلس 3 باور 2. يبقى انا يا مستر الفكره كلها ان دي زي يا مستر الافكار اللي فاتت، لكن انا هنا مدي لك اتنين رايت، واحد على الشمال وواحد على اليمين. انا جبت ان ده ب 6 روت 5. وده ب 3 روت 5 وده ب 12. وهنا يا مستر بقى بيقول لك اشتغل على الواي اكس زد. الواي اكس زد يعني انا هشتغل على الكبير. يعني انا همسك الترانجل الكبير ده واقسمهم فريقين. الفريق الاول 6 روت 5 ار 2 بلس 3 روت 5 ار 2 صغيرين اهو، وادي الكبير ده لوحده واطلعهم واشتغل. يعني دي هي هي الفكره اللي فوق، لكن المشكله كلها يا شباب ان كل مره انا كنت بدي لك رايت واحده بس، ده ب 6 وده ب 12. جبت ده ازاي يا مستر؟ 6 بار 2 بلس 12 بار 2. لكن انا هنا مدي لك اتنين رايت. ازاي يا مستر؟ ياض ما طالما دي برايت يبقى اللي جنبها ده برضه برايت. يبقى انا عندي رايت ثانيه. يبقى انا هعيد ثاني نفس كلامي، ده ب 3 وده ب 6. اتصدر الناس ده يا مستر هايبوتنس، يبقى انا هعمل له ايه؟ 6 بار 2 بلس 3 بار 2 وابتدي اشتغل. هشتغل على الرايت. فين هنا الرايت يا مستر؟ اهو. مين اللي يصنع الاي سي؟ مش ده رايت؟ وده اللي في وشها بدل هايبوتنس. فبقول لنفسي الاي سي ده سايد عادي ولا هايبوتنس يا مستر؟ هايبوتنس. هايبوتنس انا هعمل 6 بار 2 بلس 8 بار 2 تبقى ب 10. خلي بالك ان الاي سي كلها هي اللي بتن. وهو هنا مقسمها لك حتتين، لو هي كلها بتن يعني الجزء ده 5 والجزء ده برضه 5. يبقى انا في الترانجل التاني اللي هو اي اي دي انا هقسمهم فريقين، الصغيرين مع بعض والكبير لوحده. يعني 12 و5 اهو 12 بار 2 بلس 5 بار 2 واحسبها يا مستر. طبعا 169 و 13 بار 2 واكتب اسم الصغيرين اي اي و اي دي. اي اي بلس اي دي ايكوال الكبير. لا مستر يبقى therefore ان الاي اي دي از رايت. قول يبقى دي ب 90. يا مستر انا هنا هشتغل على الرايت. طب ما الرايت ده اللي ناقصني يا مستر، هو مدي لك ان كل ده ب 12. انا عايز اعرف ده بس بكام. بسال نفسي هو ده الرايت؟ يبقى شباب يبقى ده الهايبوتنس. يبقى انا اللي ناقصني سايد عادي ولا هايبوتنس؟ يا مستر ده سايد عادي. سايد عادي يبقى انا هعمل الكبير ماينس الصغير. 10 بار 2 ماينس 6 بار 2 هتبقى ايكوال 8. وخلي بالك ان انا مدي لك ان ده ب 8 وان السايد كله ب 12. يا باشا السايد كله ب 12 والحته دي بس ب 8، يبقى اللي باقيه دي بكام؟ ب 4. وارجع على الترانجل التاني اللي هو اي دي سي وابتدي اقسمهم فريقين اي دي ودي سي اهو. اي دي
اللي هو 3 باور 2 بلس 4 باور 2 وهحط الكبير ده لوحده. ولا مثلا يبقى الدير 4 يبقى الاي دي سي از ارايد بس يبقى الانجل اللي هو عايزها ب 90. حد هيجي هنا يقول لي يا مستر بس هنا مفيش. تعال اوريك انا عندي كام ترانجل. ادي ده كده ترانجل الاولاني. وده كده ترانجل التاني. وده كده ترانجل التالت. حد محنك هيجي يقول لي يا مستر بس ما قاليش هنا مين الرايت. خلي بالك معنى ان قال لك ان الاي بي سي دي از ريكتانجل يا باشمهندس. طالما ده ريكتانجل يبقى اوتوماتيك انت لازم تبقى عارف يبقى الانجل دي ب 90 والناحيه الثانيه دي برضو ب 90. يبقى ترانجل 1 و 3 رايت. يبقى ده وده رايت. يبقى مستر اوتوماتيك طالما قال لك ان ده ريكتانجل يبقى اوتوماتيك ده ب 90 وده ب 90 اهو. عشان دي ب 90 وابتدي اشتغل بقى. انا مستر كان مديني ان السايد ده كله ب 25. لو الحته دي ب 9 يبقى الحته اللي باقيه دي بكام؟ عادي يا مستر هعمل 25 ماينس 9 اللي هي تبقى ايكوال 16. وهشتغل شغل عادي جدا في الترانجل الاولاني اللي هو اسمه اي دي سي. دي الرايت وده السايد اللي فوقها اللي هو الاي سي. يبقى الاي سي ده هو الهايبوتنس. يبقى انا هعمل 12 بار 2 بلس 16 بار 2 واحسبها وابتدي اشتغل الشغل بتاعي واكمل. بس كده يا شباب هنشتغل بنفس الاستراتيجي. احنا كده يا شباب خلصنا الحمد لله حاجه اسمها كونفرس اوف بايثاغورس اللي هو ليسون 2 في يونت 2 في الجيومتري. احنا كده يا شباب قلت لك بايثاغورس احنا بنفكر ازاي. بايثاغورس لو عندي سايد ناقص لو اللي ناقص ده هايبوتنس بقول روت وبلس. طب لو اللي ناقصني ده سايد عادي بعمل له ماينس. طب انا مستر طريقه الحل بشتغل على الرايت بقى كده بقسمهم فريقين. موضوع بسيط جدا. يا رب تكونوا استمتعتوا ويا رب يكون اليونت التاني لذيذ كده وسريع ويخلص بسرعه. اشوفكم على خير.